يقول: هل يجوز إخراج زكاة التمور نقداً؟ نعم يجوز، تخرج بدل التمر نقود، ثمن التمر يعني، ثمن التمر، ثمن التمر بما، أو تبيعه وتطلع فلوس. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يخرج نصف العشر من ثمنها إذا كانت تسقى بمؤونة؟ هل إيش؟ وهل يخرج نصف العشر من ثمنها إذا كانت تسقى بمؤونة؟ تخرج ما يقابل نصف العشر من التمر، تخرجه تمرا أو تخرج قيمته. نعم.